والله شايف ان هو صفقه مش حلوه للنادي الاهلي، مش قد طموح الاهلي ولا جمهور الاهلي، ولا يعني ما ينفعش مع الاهلي. بس هو طبعا في الاول وفي الاخر راي المدير الفني، والاحنا لازم في الاول هندعمه عشان خاطر النادي لا اكتر ولا اقل. بس كصفقه بالنسبه للجماهير احنا مش شايفين ان هو ملبي احتياجاتنا. يعني هو لاعب كبير ولاعب عالمي طبعا، بس هو غير موفق في الدوري المصري. النادي الاهلي اي حد بيكون موجود فيه طبيعي ان يكون لاعب جاهز، بس احنا الفرص بتاعته كانت ضعيفه. الاعداد بتاعه بالنسبه للدوري المصري كان صعب برضه، ان هو محتاج وقت اللي هو يتاقلم مع الدوري بتاعنا. هو بس الفكره كلها في عامل السن، هو سنه 35 سنه، فده بالنسبه لنا سن كبير. هو مودريتش لسه جاي مع الوقت كده كده، وهو لعيب كان بيلعب في اوروبا طبعا، الكواليتي عالي هناك طبعا، بس هي اللياقه البدنيه هو بالنسبه له كان 5 اشهر قبل ما الصفقه تتم ما بيلعبش خالص متوشه ولا وديه ولا رسميه. شبه كان الفريق مجمده في فرنسا عنده، فالفكره كلها اللي هو مع الوقت هيبدا يجي، بس هو محتاج اللي هو الجمهور يصبر عليه شويه. لا هو لعيب كويس، هو مش جامد، بس هو هيبقى لعيب كويس وهيبقى اضافه اكبر. وجود كهربا او طاهر ما بيلعب في مركز الاسترايكر، هو لسه فعلا ما خدش فرصته لان لعب دوري فرنسا تمام. بس احنا بنتكلم ان دوت مش المهاجم الصريح اللي ينفع للنادي الاهلي تمام. فلا احنا عايزين لعيب يكون تقيل بالنسبه للنادي الاهلي، مهاجم خبره، لان الاهلي كان داخل على كاس عالم، انا عايز مهاجم. الاهلي عانى من الهجوم في الماتش بتاع البرازيل، بس هو ده الاهلي عايزه. الاهلي عايز مهاجم صريح يمشي في يناير، ده وش لازم يمشي في يناير ويجيبوا مهاجم. يعني هو لازم يمشي، هو خلاص كده خد كذا فرصه وخد يعني ما عملش الاداء المطلوب منه. حتى لو انت لاعب خبرات جاي من بروسيا، لا فانت عندك خبره المفروض بتتحرك من غير كوره كويس، لا مفيش اصلا يعني بدايات كوره مش موجود. وحكم السن برده 35 دي مشكله.